السلام عليكم طلاب المرحلة الرابعة في قسم العلوم المحاسبية كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة في مادة محاسبة التكاليف المتقدمة باللغة الإنجليزية 2. محاضرتنا اليوم هي المعالجات المحاسبية في ظل نظام الجست ان تايم. قبل ما أبدي بالمعالجات المحاسبية، هذا المخطط اللي أمامكم على الشاشة يلخص لنا آلية عمل نظام الجست ان تايم. عادة في المنشآت الصناعية العمليات الإنتاجية تبدأ بشراء المواد الأولية، ومن ثم يعني يبدي تجهيز المرحلة الإنتاجية بالمواد الأولية، وتبدأ عملية الإنتاج والتصنيع، ويكمل بالمرحلة الأولى ينتقل للمرحلة الثانية، ومن ثم يكمل الإنتاج، وآخر شيء تبدأ عملية البيع. هذه الحالة راح تكلف المعمل أو المصنع تكاليف الخزين، وراح يكون عندنا مخزون آخر المدة عبارة عن مخزون مواد أولية ومخزون المواد نصف المصنعة أو تحت التشغيل يعني، ومخزون الإنتاج التام. ولتجنب تكاليف الخزين هذه وجدوا نظام الجست ان تايم اللي هو الانتاج في الوقت المحدد، وهذا يعتمد على آلية تلاحظون باللون الأسود، يعتمد على الإشارات. راح تيجي إشارة أنه يطلبون من المعمل أو المصنع تجهيز 10 قطع من المنتج الفلاني. فإذا هنا قسم التسويق راح ينطي إشارة لمرحلة أو قسم الإنتاج التام أنه يطلب من عندهم إكمال إنتاج 10 قطع، هذا حينطي إشارة للمرحلة اللي قبلها والمرحلة اللي قبلها إلى آخره، إلى أن راح يوصلون إلى عملية تجهيز أو شراء المواد الأولية. فهنا من راح يشترون مواد أولية حيشترون على قدر الكمية اللي طلبت من الإنتاج التام. فمثلا طلبوا إنتاج أو يعني تجهيز 10 قطع، وفرضا القطعة الواحدة تحتاج 1 كيلوغرام من مادة معينة، إذا حيشترون 10 في 1 كيلوغرام، حيشترون 10 كيلوغرام من المادة الأولية. بعد ما وفروها راح تبدي العملية الإنتاجية ويكمل الإنتاج، ومن ثم يجهزون هذا الطلب. إذا هذه هي مضمون آلية عمل الجست ان تايم. طبعا المعالجات المحاسبية في ظل نظام الجست ان تايم عندنا 3 حالات. الحالة الأولى 3 trigger points، يعني 3 نقاط حدث، اللي هي purchase يعني شراء، production انتاج، sale بيع. الحالة الثانية 2 trigger points، يعني 2 حدث، اللي هي purchase شراء و sale يعني بيع. الحالة الثالثة والأخيرة أيضا 2 trigger points، يعني 2 حدث، لكن النقاط تختلف عن قبلها اللي هي production إنتاج و sale يعني بيع. طبعا السؤال ممكن مطلوب السؤال يطلب من عندنا ل3 حالات، فلازم نسجل كل هذه القيود. ممكن يطلب من عندنا فقط الحالة الأولى اللي هي 3 trigger points، فنسجل القيود اللي أمامكم بالعمود الأول. ممكن يطلب الحالة الثانية اللي هي 2 حدث شراء وبيع، فنسجل هذه القيود، وممكن إنتاج وبيع، فنسجل القيود. فاليوم راح أشرح لكم القيود بطريقة المقارنة، وهذه أفضل طريقة لفهم المعالجات المحاسبية في ظل نظام الجست ان تايم، حتى نعرف شنو الفرق بين طريقة وأخرى. ومجرد راح أشرح القيود بدون أرقام، المحاضرة تجي راح ناخذ مثال متكامل بالأرقام إن شاء الله. طبعا هي الحالة الرئيسية والأساسية هي الحالة الأولى شاملة، إذا فهمناها وحفظنا القيود أكيد البقية راح تكون أسهل. وطبعا هي أكو اختلافات بسيطة وراح ننتبه عليها بعد شوية. الحالة الأولى هي تعتمد على 3 نقاط حدث اللي هي شراء وإنتاج وبيع. قيد الشراء شراء المواد الأولية materials and in process inventory control، يعني مراقبة مخزون المواد وتحت التشغيل، إلى accounts payable control مجهزون أو دائنون. هذا القيد دائما يسجل بالتكلفة الفعلية، هاي ملاحظة مهمة، دائما يسجل بالتكلفة الفعلية.
القيد الثاني راح يجمع لنا عنصر الأجور المباشرة والتكاليف الصناعية غير المباشرة، وإحنا نسميها الأجور المباشرة زائد التكاليف الصناعية غير المباشرة نسميها تكاليف تشكيل. فهنا conversion cost control يعني مراقبة تكاليف التشكيل إلى various accounts يعني حسابات متنوعة. هذا القيد أيضا يسجل بالتكلفة الفعلية. بعدها القيد الآخر قيد الإنتاج التام finished goods control مراقبة الإنتاج التام إلى مذكورين الماتيريالز اند ان بروسيس انفنتوري كنترول هو طبيعته مدين، من اشترينا خليناه مدين، الان راح اخليه وين؟ بالجانب الدائن، مدين راح اخليه بالجانب الدائن. conversion cost control هنا هي مدين وكنترول مراقبة تكاليف تشكيل، يعني هاي فعلية بس حتى تتذكروها راح نخليها بالجانب الدائن، بس هي مو الفعلية. هسه هنا allocated يعني محملة، تكاليف تشكيل محملة، بس يعني هيش حتى تخلون ببالكم كأنه عاملوها شلون المواد وتكاليف تشكيل اثنيناتها مو مدين، من نكمل الإنتاج راح تصير بالجانب الدائن، بس هنا تنتبهون allocated. تمام، فإذا من مراقبة الإنتاج التام إلى مذكورين مراقبة مخزون المواد وتحت التشغيل وتكاليف التشكيل المحملة. هذا القيد يسجل بالتكلفة المعيارية، يسجل بالتكلفة المعيارية. إذا صار عندنا قيد شراء المواد فعلي، قيد تكاليف التشكيل فعلي، قيد الإنتاج التام معياري. بعدها قيد بيع البضاعة cost of goods sold يعني تكلفة البضاعة المباعة إلى finished goods control يعني مراقبة الإنتاج التام. هنا الإنتاج التام مدين، من ينباع راح نخليه بالجانب الدائن، إذا from to من إلى، من تكلفة البضاعة المباعة إلى مراقبة الإنتاج التام. هذا أيضا يسجل بالتكلفة المعيارية. طبعا احنا المفروض هسه كملنا القيود، لكن ما ننسى انتم متعودين بالمرحلة الثالثة من عندكم تكاليف تشكيل، او كنتوا وقتها ما عندكم تكاليف تشكيل، عندكم تكاليف صناعية غير مباشرة فعلية وعندكم محملة. هنا conversion cost control مراقبة تكاليف تشكيل، في كلمة مراقبة يعني كأنه فعلية هاي، وهنا conversion cost allocated يعني محملة، فلازم نغلق المحملة بالفعلية. الآن المحملة دائن راح نخليها بالجانب المدين، والفعلية مراقبة تكاليف التشكيل الفعلية هذه اللي هي مدين راح نغلقها ونخليها بالجانب الدائن. طبعا نلاحظ هنا المحملة صارت مدين والكنترول الفعلية صارت بالجانب الدائن، القيد ما متوازن، الفرق قد يكون بالجانب المدين مثل هذا المثال او يكون بالجانب الدائن، والفرق دائما نحمله على الكوست اوف جود سولد اللي هو تكلفة البضاعة المباعة. فإذا هذا القيد الأخير ما أقدر أسميه دائما يسجل بالفعلي أو يسجل بالمعياري، لا، بشقين، بجزء معياري وجزء فعلي، فالفرق اللي هو انحراف راح يحمل على تكلفة البضاعة المباعة. إذا صار عندنا أول قيدين دائما بالتكلفة الفعلية، والقيدين الأخرى أو عفوا ثلاث قيود الأخرى، واحد اثنين نعم هاي عفوا هاي القيدين هاي فوق عنوان هذا شوية كتابة ناعمة، هاي القيدين الأولى اثنيناتها فعلية، والقيدين اللي بعدها اثنيناتها معياري، والأخير بجزء فعلي وجزء معياري. هذه إذا هي قيود الحالة الأولى، بسيطة جدا جدا. طيب الحالة الثانية نلاحظ بيها شراء، راح أقارن لكم هسه حتى تعرفون شنو الاختلاف بيها شراء وبيها بيع. حيشترون مواد أولية، نعم،
لكن ما عندهم شيء اسمه إنتاج تحت التشغيل، رأسا راح يكملوا يسلموه للزبون. إذا هنا purchase and sell يعني شراء وبيع. من يشترون المواد الأولية راح يسموه inventory control يعني مراقبة المخزون. ماكو ان بروسيس، فاذا هو الوضع الاعتيادي. اذا ماكو ان بروسيس اذا هو الماتيريالز، خلص اشترينا بس مواد اوليه. اوكي، اذا راح نسجل انفنتوري كنترول، ما يصير اسجل ماتيريالز اند ان بروسيس انفنتوري كنترول لان ما عندي ان بروسيس. اوكي، اذا انفنتوري كنترول الى الاكونتس بيبل كنترول. تلاحظون اذا هو نفس القيد بس مجرد حذفنا هذا المصطلح اللي هو الماتيريالز اند ان بروسيس، راح اخذ فقط انفنتوري كنترول، وايضا يسجل فقط بالتكلفه الفعليه. الكونفرشن كوست كنترول يعني او الكونفرشن كوست اللي هي تكاليف تشكيل نفس القيد. فانتوا فرضا اذا السؤال بيه لثلاث حالات هنا مو سجلتوه، راسا تكتبون نفسه بدون ما ترجعون للسؤال وتاخذون المعطيات من جديد وادور هذا ايش قد، مباشره نفس القيد ما يختلف عندنا. هنا الاختلاف، ما دام مكتوب انتاج اذا ما عندي شيء اسمه finished goods control يعني مراقبه انتاج تام، لا لا يسجل قيد. ايش راح يصير عندنا هنا؟ مباشرة راح نثبت قيد البيع، مو كتب لنا سيل بيع، إذا cost of goods sold تكلفة البضاعة المباعة إلى مذكورين. هنا سجلنا finished goods control لأن كان عندنا قيد إنتاج، زين هنا ما عندي قيد إنتاج، شلون أجي أكتب finished goods control؟ لا، راح نجي شو نسوي؟ كأنه نعتبره قيد إنتاج هذا. حملناه على تكلفة البضاعة المباعة، الانفنتوري كنترول مدين راح اجي اخليه بالجانب الدائم. كونفرشن كوست قلنا هنا هي مدين واسمها كنترول، اخليها دائم واسميها الوكيتد. تلاحظون اذا لو نجي نشوف الفرق، هو كأنه بالحالة الثانية من نقارنها بالحالة الاولى، هو ترى دمجنا هذه القيدين بس حذف الفينيشد جودز كنترول، فش صار عندنا؟ هذا حيبقى نفسه، وهاي الحسابين ما علينا بهذا الاسم بس كانفنتوري وك كونفرشن كوست حتصير هنا بالجانب الدائم. هذا دائما يسجل بالتكلفة المعيارية. ايضا القيد الاخير ايضا راح نغلق المحملة بالفعلية. ايش قد الالوكيتد الان؟ دائم هذا الحساب كله بمبلغه راح يصير بالجانب المدين. الكنترول ايش قد هي مدين؟ هي ومبلغها نثبتها بالجانب الدائن، والفرق قد يكون مدين وقد يكون دائن، واحتمال يساوي. يساوي معناه ما عندنا فرق، ما يحتاج من يتوازن القيد. اذا متوازن احنا نطرح ونستخرج الفرق ونحمله على تكلفة البضاعة المباعة. هذه هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة يقول ما عندنا في شيء اسمه purchase شراء، عندنا انتاج وعندنا بيع. طيب اذا هنا من ما عندنا شراء فبالتالي ماكو قيد شراء للمواد الاولية، ما يصير. قيد الconversion cost نفسه بالضبط، شوفوا هنا الحالة الاولى نفسه بالثانية نفسه بالثالثة، ولا اضيع وقت وارجع للسؤال ما دام سجلته هنا بشكل صحيح ومتأكد من الحل، نفسه اثبته بالحالات الاخرى. نجي هنا بعده لازم يكون عندنا قيد للإنتاج التام. إذا finished goods control مراقبة الإنتاج التام إلى مذكورين. هنا أريد تنتبهون وياي كلش زين. بالحالة الأولى قلنا المواد اشتريناها وموجودة بالمخزن راح أجي أصرفها أخليها هي مدين، راح أخليها وين؟ دائن. طيب هنا إحنا أصلا ما اشتريناها، فمعناه هنا شنو؟ مباشرة من المجهز راح نثبتها، يعني نستلمها من المجهز مباشرة تروح للمرحلة الإنتاجية. فإذا راح نثبت الأكاونتس بيبل كنترول، هاي احنا مو من نشتري المواد ونوديها للمخزن، نثبتها من الماتيريالز اند ان بروسيس انفنتوري كنترول الى الأكاونتس بيبل كنترول، وبعدها نجي نصرفها.
من نصرف للإنتاج نخليها دائن. هنا أصلاً ما اشتريناها، راح نشتريها من المجهز ومباشرة نصرفها بالإنتاج. فإذا ما أقدر أوسط حساب مراقبة المخزون، إذا راح نثبت. فهاي مهمة جدا جدا. شوفوا هنا الاختلاف، هنا سجلنا Materials and in Process Inventory Control، هنا راح أسجل Accounts Payable Control. شنو السبب؟ لأنه هنا لا يوجد قيد، ما سجلنا قيد. الكونفرشن كوست الوكيتد نفس الشيء هنا، يعني اخاف تنسون، هي هنا مدين كنترول يعني مراقبه تكاليف تشكيل، هذه هي مدين وهي فعليه. طبعا هو هذا حساب وهذا حساب، بس للتذكره اخاف تنسون. فاذا هنا مو مدين، عاده من نصرف للانتاج نخليه دائن، بس بما انه هي تكاليف تشكيل فاذا راح اسميها الوكيتد يعني محمله. وتلاحظون الرقم مختلف، هذا القيد دائما يسجل بالتكلفه المعياريه. آخر شيء cost of goods sold إلى finished goods control، يعني من تكلفة البضاعة المباعة إلى تكلفة الإنتاج التام. هنا الإنتاج التام مدين، هنا خليناه دائن في حالة البيع، وهذا أيضا يسجل بالتكلفة المعيارية. القيد الأخير نفس الحالة، حنغلق الallocated هي دائن راح نثبتها بالجانب المدين، والكنترول هي مدين راح نثبتها بالجانب الدائن، ونطرح المبالغ والفرق اما يكون بالمدين او ممكن بالدائن. بالحالتين راح نحمله على الكوست اوف جود سولد، يعني تكلفة البضاعة المباعة. إذن هذه هي المعالجات المحاسبية في ظل نظام الجست ان تايم. فأهم شيء ننتبه على مطلوب السؤال، هل يطلب من عندنا الحالات ثلاثتها أم يطلب حالة معينة؟ قد يطلب بس الثالثة أو فقط الأولى أو فقط الثانية. ونشوفكم على خير.